طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، أنا عندي نقاط بسيطة أصدر توضيح أو مناقشة في المواضيع دي. الحاجة الأولى في أسلوب الدعوة ده، يعني أستدل مثلا دعاء، يعني بدعو الناس للعقيدة وللدين الصحيح ولكده. طيب، في حاجة آية، يعني الله قال إنه للدعاء ديل بس الذي وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجالهم بالتي هي أحسن. وعسي أسلوب كنت في الدعوة ما بنفس الآية دي، يعني تقول إنه أسلوب شنو جغمناون وجغمون وشنو يا باطل ويا عاطل وشنو يا بشعيرات ومالك بترجف زي أختك، عسي دي حكمة ودي موعظة حسنة ودي، أنا ما شايف الكلام ده. طيب، النقطة الثانية، يعني في نفس الهنادي قبل اتكلم عن شنو التطرف. قال التطرف ده شنو يا جماعه؟ انك تطلع من الطريق المستقيم، يعني تطلع تبقى بطرف كده. طيب، انتوا هسه مش طلعتوا بقيتوا بطرف؟ لو ما نيتوا الايه دي ذاته ما نفذتوا، يعني ما دعيتوا بالحكمه وبالموعظه الحسنه وجادلتوا بالتي هي احسن. الحاجه الثانيه، موضوع الكرامه وما الكرامه، وقبل الشيخ عرفه قال هي شيخ خارق للعاده. الحاجات دي أنا للآن ما لقتني وما حتلاقيني، الحاجات دي ما فصلا خاصة بشنو؟ أنا لقتني عن شنو؟ بس الأنبياء والمرسلين بس. يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما جدعوا في النار وكده وجنزروا كده، قام أدعى الله وقال الله قال شنو؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار بقت بردا وسلاما على إبراهيم، بغض النظر عن المعجزة والكرامة هي كلها يعني نفس الشيء. الثاني في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وإنه شنو لما كانوا بيطاردوا فيه ناس فرعون وشنو، قام شال العصا وضرب بها البحر وفجأة شنو مشوا جاءوا جماعة فرعون غرقوا. هنا دي تاني شنو، سيدنا عيسى عليه السلام لما تكلم في المهدي وهو صبي قال شنو؟ إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. دي هنا ممكن تقول لي دي هنا معجزة، دي خاصة بس بالأنبياء والمرسلين، لكن الحاجة دي في الواقع ما في. ده الشيء بيصل للكفر وللصوفية، أصلي بيستخدموا الحاجات دي، يعني يقول لك نحن ما أصلاً بنعمل كده، ولو خشيت النار ما عارف الله خش النار ده لو بقش شنو ذاك بتنحرق. اللهم إلا للأنبياء أنا قلت إلا للأنبياء والمرسلين. دي نقطة ثانية. طيب، الحاجة الثالثة يا جماعة، قصة الخروج على الحاكم دي. طيب، نحن في قصة الخروج على الحاكم ده ما عندنا إلا طريقة واحدة، إنه الحاكم ده شفت لو ظلم وقتل وشرد وعمل الحاجات دي، شفتها كان حكومة الإنقاذ ولا عسى حكومة حنقولك الجاد دي، يعني جاد عشان واقع أفضل وكده، لو الشيء ده ما تحقق ومارس نفس يفعل الكيزان ونشرد وقتل. إحنا عندنا طريقة واحدة بس، وهي الخروج عليهم. لو بيقوا مسلمين لو بيقوا غير، ما عندنا غير الطريقة. شكرا. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نحن لسه في السيرة بتاعت مسألة الخروج، واثنين مسألة الكلام بالتي هي أحسن وكده. أول حاجة من تناقض الزول المداخل ده، قال نحن عندنا سبيل واحد بنعالج به أي مشكلة، حكومة حمدوك ولا المؤتمر الوطني، إنه الخروج للشارع. طيب، سؤالي لك، الخروج للشارع ده من التي هي أحسن ولا التي هي ما أحسن؟ تفضل جاوب. إن قلت بالتي هي أحسن الكيزان ما بفوت لك بالتي هي أحسن، ولا حكومة حمدوك ما بتفوت لك بالتي هي أحسن. وإن قلت بالتي هي أشد، إذن تكون جاوبت على سؤالك الأول، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يا دي أنت دار تستهبل علينا إحنا ولا شنو؟ شوف النازل بالله، ده التناقض ذاته. واحد أنت بتتكلم لك ثلاثة دقائق بتتناقض أنت. يا ناس، أنت لو تكلمت لك ساعة هتعمل شنو يعني؟ يا ناس، وده إحنا النوعية دي ذاتها اللي بتخلينا نرد بالتي هي ما أحسن.
لأنه عندنا في الشرع الرد بالتي هي أحسن في آية، وعندنا في آية ثانية الرد بالتي هي ما أحسن. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نحن ظلمتنا ولا ما ظلمتنا؟ نحن مظلومين، نرد بالتي هي ما أحسن. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا ظلم المخاطب فلم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن. إتو وكت مرقتوا الكيزان المعفنين ديال، ما مرقتوا عليهم قلتوا أي كوز ندوسوا دوس، تدوسوا ليه؟ بالتي هي أحسن يا أمة الإسلام، ليه تدوسوا؟ يعني شوف بالله جماعة ديال وسا بيتكلموا، ناس الحرية والتغيير كلهم بيتكلموا ونحن ما دارين خطاب الكراهية. إنت جيت كيف؟ إنت جابك البلد دي شنو؟ جيت بخطاب لطيف وظريف؟ ما إنت جيت بخطاب الكراهية ده ذاته. ولو ما كرهت الناس في الكيزان ما كان مرقوا ولا ما كده؟ يا ناس ما تقعدوا تدغدغوا في المشاعر. نحن في النهاية عندنا كويس للناس مقاييس، واي زول بنخاطبه بحسب الاسلوب اللي جابه. اصل ما شفت في الركن ده في اخونا الشاب ده سال، وفي بيجاي الشاب ده برضه سال في الاول، وفي وين ثاني؟ في ثلاثه سالوا اسئله الناس ردوا عليهم رد ظريف ولطيف. شفت الشاب ده برد ظريف كيف؟ براحه ولطيف، خذ وهات وكده. لكن انت بتجي من الاول درت عادينا، وانت المتناقض ده يا زول هوي. نحن ذات عندنا اللسان، انت قال نفسك نجيب براك بعدين يا ناس. والشغلانة دي ما حسب تربية الناس، حتى الأساليب ذاتها ما حسب تربية الناس. أي زول أسلوبه حسب البيئة اللي تربى فيها ولا ما كده؟ نحن ناس تربينا في الخلا، حمير وغنم فهمت، ومارق الحواشة وجايب الليل وقافلة معاك، تربينا مع البهائم. فبنشيل من بهائمنا دي من الأساليب حقتها ذاتها، وبنجيب نديك بحسب انت تربيت بها. جاي مع الجمال بهينا ديل يا في شارع النيل بتجيني انا، انت بتتكلم بطريقتك وانا بتكلم بطريقتي اللي خلقني بها الله. يا ولدنا ما تسوي لنا كركبه تاني، انت جاي عندك موضوع ايه ولا حديث تناقشنا ولا موضوع زي ده، لكن انت ما تقول لنا الاسلوب. يعني انت انا اتكلم زيك كده ولا شنو؟ انا ما بتكلم زيك والله، انا ما قلت حاجه هسه، انا قلت حاجه غلط؟ انا ما قلت انت اتكلم زيك، انا ما بتكلم زيك. انا تربيت مع اخواني ومع اولاد عمي ومع اولاد الحله، وبدردق اللستك في الشارع، وتربينا من صغار بنصارع، وضربه وضربك وضربته وقلعك وقلعته، وشايلين عكاكيزنا وصواطيرنا ولافين، تربينا مع الرجال في الشارع، عشان كده بنتكلم زي الرجال. انا ما قلت لك حاجه يا ولدنا. طيب مسألة قال نحن طريقتنا واحدة، قال في المعالجة كان حكومة المؤتمر الوطني ولا حكومة حمدوك، طريقتنا واحدة في المعالجة، ونحن طريقتنا واحدة في كلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا شنو كفرا. ما كفر ما بنمرق إحنا، أنت دار تمرق ما مرقت أنت أصلا، وانتهيت وما عالجت. أنت تعال اقعد وشوف طريقتنا نحن دي بتحل ولا ما بتحل. احنا طريقتنا دي فيها الحل، لانه دي بتجمع بين امرين، بترضي ربك، ويومنا نرضي ربنا ونخاف الله يا اخواننا الله بنزل لنا البركه، بنزل لنا البركه من السماء. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، ربنا قال: لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا بيفتح علينا البركه لما نحن نخاف الله. نمره اثنين، نحن من الحل اللي بنطرحه، وخد حلنا كامل ما ناقص، نحن من الحل اللي بنطرحه انه البلد دي تلتفت الى الانتاج والى العمل، الى الزراعه والصناعه، وتلتفت الى تربيه الحيوان، وتلتفت الى التجاره. دي اربعه من مصادر الانتاج ذكروها علمانا كما ذكر الماوردي في ادب الدنيا والدين. دي اربعه مصادر للانتاج، ونحن الاربعه مصادر دي عندنا موارد متوفره في بلدنا. نمشي نزرع بدل نقعد نعديها. الشباب الان يقول لك نحن معتصمين وصابيننا وقاعدين في الشوارع مع ستات الشاي ولابسين ناصر ومفلفلين شعار، وديل قالوا دار يصلحوا البلد. ديل ما بيصلحوا بلد، يصلحوا البلد دي بناطلين دي يصلحوها، ويمشوا هناك المزارع يشتغلوا.
بنطلونك ده امور قول بس اقع الراقي نجيض فهمت؟ وامشي الخلا هناك ازرع واسرح ببهايمك ربي بهايمك ده اللي بينتج وبجيب لي وبدينا لقدام، لكن قاعد هنا منصي لك مع بيت ويا كنداكه ها ورقمك طلع صح ودم الشهيد ما راح. يا زول انت بتلعب ولا شنو يا ولد؟ يا ولد انتوا ما بتصلحوا بلد، انتوا غشوكم الخواجات وشفتوهم قاعدين يرقصوا في الملاهي وبيصعلقوا قايلين انه ديل هم الخواجات اللي طوروا بلد الخواجات، وانت مغشوش مسكين، ديل ما طوروا بلاد الخواجات، ما هم طوروها، ديل صعاليقهم، ديل صعاليقهم، وديل السفهاء حقينهم اللي بيسكروا وبيعربدوا وبيرقصوا في الجامعه، اتطوروا البلاد بتاعت الخواجات ناس بيتعلموا قعدوا في المراكز البحثيه وتعلموا العلم الدنيوي وبحثوا واكتشفوا واخترعوا وطوروا بلدهم وانتجوا. ديل الناس اللي طوروا بلد الخواجات، ما طوروا الصعاليق اللي قاعدين برا بيسكروا وبيعربدوا ديل. الجامعات الان الكبيره في العالم، جامعه اوكسفورد، جامعه ادنبرا، غير من الجامعات الكبيره، ما سمعنا بجامعه منهن فيها محل بتاع حفلات جوا ورقيص وغنى وبعربدوا شالون دلوكه. انت هنا جامعتك دي فيها قرايه؟ انت قاعد تقرا؟ هنا وعيدي بتقرا شنو ذاته؟ انا ما الجامعات دي شغال فيها وعارف الحاصل. الطلبه تكون في صفين الاوائل ده المنتبهين مع الدكتور اللي بيشرح. مين الصف الثالث مقبلين ليه ورا كده؟ اي واحد مع زولته وبتونسوا، والواحد جاي داخل القاعة لا شيء لا ورقة ولا قلم. انت منتهي الرخصة ولا شنو؟ لا ورقة لا قلم. ديل الطلبة الدار يودونا لقدام. يا ناس احنا لابد ننتبه الى البحث العلمي نمرة واحد، ونحترم العلم. الكيزان دمروا العلم في البلد دي. دمروا العلم لأنه بقى العلم في حد ذاته ما عنده قيمة. انت بتتخرج بشهادة، ان كانت شهادتك مقيمة مميزة انت ما حتلقى اي فرصة ولا تلقى اي مجال في البلد دي. ليه؟ لانه انت مكوز. وانت الليلة جايين باسم الحرية وباسم التغيير، انت جاي تطبق نفس السياسة الكيزانية، سياسة التمكين حقت الكيزان انت جاي تعملها، ما نفس الشيء. ما زمان الزول بيتعينوا في الوزارة لانه كوز، وانت الليلة جاي تقلب المسألة. ما عملنا حاجة نحن، ما في احترام للعلم وتقدير له. بترفض وتفصلوا دكاترة، دكاترة بتاع جامعات بترفضوا وتفصلوا، ونحن عايشنا المسألة دي سنة 2005 2006 اترفضوا بروفات من الجامعة دي هنا. أميز البروفات عندنا في الكلية والمحاضرين الكبار رفضوهم لأسباب سياسية، رفضوهم لأسباب سياسية وقلعوا منهم البيوت. بروفات كبار الواحد عمره فوق للستين، وديل وصلوا خبرات علمية وحصلوا تجارب علمية كبيرة جدا ممكن الناس تستفيد منهم. انت بتحارب ناس زي ديل وانت جاي بنفس السياسة بتاعت الكيزان. عشان كده اعرف انه البلد دي بعد الدين نخاف من ربنا ونلقى عندنا عمال أمنا في اي مهنة يكونوا امينين. انت لا في البلد دي والله ما تشتغل اي شغل، سيبك من مسألة السياسة حكومة ان كانت قديمة ولا جديدة، سيبك منها. انت لاحظ الشعب في حد ذاته، ونحن ما ناس سياسيين عشان نقول لنا كلام من خاف منه، نحن الغلط اللي في الشعب السوداني بنقوله طز كده طوالي، ده غلط قاعد في مجتمعنا وما بنصلح نحن الا نصلح مجتمعنا ذاته يتربى صح. الان اي عمليه انت دار تعملها، معامله دار تنجزها الا ترجع صح، الا ترشي شغل في الجمارك، شغل في المطارات، شغل في غيره، في المرور انت ماشي في الشارع بيطبق بطاقتينك وجوان 20 جنيه بتلز زي العسكري ولا بعاين فين بيجر ال 20 جنيه وبرجع لك بطاقاتك. طب التعامل الان الماشي الوضع ما دام بالصوره دي يا اخواننا، فالتغيير الحقيقي ما هو تغيير بتاع حكومات. افهموا مننا المعلومه دي، ونحن بنقولها كثير والناس ما بتستوعبها، لكن في المحكات زي دي بتجي تفهمها. التغيير الحقيقي هو تغيير المجتمعات، يتغير المجتمع، نصلح نحن مجتمعنا. نحن امام الجامعة اللي بيقوم بيخطب بين الجمعة بيكون ذاته ما فاهم شيء في الدين. الدين ذاته ما فاهم فيه حاجة. والدين عنده عبارة عن تجارة بالدين، سياسة. علموهم الكيزان كده. يا اخي الكيزان ديل دمروا حتى يا اخي رجال الدين دمروهم. انت عشان تبقى رجل دين محترم عندهم لابد تفتي بالفتوى الدارينهم. نحن ما كان بيجيبونا ويستدعونا ويعتقلونا ويضغطونا ضغط
على أساس إنه نحلم أن نمسك المايك ده نتكلم بالطريقة الدارينا هم. ما أي زول لو رقبته ما بقى ما في شيخ دين محترم بيقدر يتكلم إلا زول ماشي في المجرى حقهم. ما أي حاجة خربوها يا أخي. عشان كده أنت ما تتكلم لي عن إنه نحن بنصلح بالخروج. الخروج ما بيصلح. الخروج ما بيصلح. الناس الدول اللي مشت لقدام دول قعدت وشافت المشكلة المجتمعية حقتها. نحن مشكلتنا مجتمعية. الليلة الأساتذة في قطاع التدريس ما بيدرسوا الطلبة معلومة كاملة كثير منهم. ليه؟ عشان دارين يمشوا يشتغلوا الحصص الخاصة. الليلة الحاجات اللي بيبيعوها في الشارع عندنا دي ما قضية حكومة، دي أمانة شخصية يا أخ. دي نزاهة، نزاهة فردية، ده أمر مجتمعي. اللي بيبيع لك طعمية مغشوشة ما بيعملها بكبكبة. بيعملوها بشنو؟ بالعيش وبالرموم، والزيت اللي بيعملوه بها زيت مكرر. ده سرطانات يا ناس، ده بيعمل كانسر. ده اللي قاعد عندنا، يبيعوا لك البضاعة في السوق، يغيروا الديباجة بتاعتها منتهية الصلاحية، يغيروا الديباجة حقتها ويبيعوا لك بديباجة بتاع الصلاحية جديدة. دي مشكلة بتاعت نزاهة شخصية وأمانة موجودة في المجتمع. احنا مجتمعنا لابد يتصلح. الكمساري لو اديته القروش لو ما انتبهت ما بيديك الباقي، صح ولا ما صح؟ ده وضع عندنا قاعد. الليلة بقسموا لك المواصلات. دي حكومة؟ ده شعبي يا ناس. واجهوا مشكلتكم، واجهوا حقيقتكم يا سودانيين. يقسموا لك المواصلات، انت ماشي من هنا الجبل، يقول لك من هنا انا ماشي التفتيش الشجرة، من التفتيش تركب اللفة، من اللفة تركب الاحتياطي، من الاحتياطي تركب طيبة، من طيبة تركب الجبل. ليه؟ ما زمة عدم ضمير. دي مشكلة بتاعت مجتمع يا شباب، ما تتغشوا. والله الهتافات والكلام الرنان اللي احنا سمعناه ده ما بيحل مشكلة بتاعت مجتمع. نقعد في الواطة ونعلم المجتمع. الكلام ده ما كان بيقوله سيد قطب لما قال المجتمعات ونغيرها ونغير الحكومات في النهاية جراجع، وكتب في آخر حياته إنه ده كله ما بينفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الإصلاح بدأ الإصلاح بالعقيدة في الأول، لأنه العقيدة لما تصلح أنت مع ربك بتخاف الله اللي خلقك أنت حتكون فرد صالح في المجتمع. والله لو أمنوا قروش البلد دي كلها ما تأكل منها قرش. لما تكون بتخاف الله يا أخي أنت هسه يخوفوك بمنو؟ بخوفوك بالشيخ صح؟ أبوك الشيخ وأبوك الشيخ طاقيها معاك ذاته. أعرف المعلومة دي، ما نلف وندور كثير. إنتوا ذاتكم حتمشوا، ونحن كان الله حيانا وإنتوا الله حياكم. نحن قاعدين في البلد دي حتمشي وتجينا راجع تقول لنا نحن اصطدمنا بالواقع. هتصطدم ولا ما هتصطدم؟ لو غيرت الحكومة كلها، شلت المدير جبت مدير جديد، وشلت الرئيس جبت رئيس جديد، وشلت الوزير جبت وزير جديد، اللي بيشتغل تحت منه؟ انت الليلة نحن الأزمة بتاعتنا اللي حصلت في المواصلات وأزمة البنزين، ما كان أكبر المشاكل إنه البنزين بيتباع من الطرمبات ذاته؟ بيتباع بطريقة غير رسمية؟ ما دي أكبر الأزمات كانت؟ دي اللي بيعالجها منه؟ أنت يعني محتاج عشان تغير بالجد تغير أي موظف شغال، تجيبهم جداد وتجيبهم أمينين، ديل تلقاهم وين؟ وين؟ يا ناس ديل بتلقاهم في المجتمع. عشان كده نحن رؤيتنا الرؤية السلفية إنه تصلح المجتمع، وتلقائيا حينبع من المجتمع ده الحاكم الصالح تلقائيا. لكن انت امشي اصطدم. انت قالك كذا ما بدك قيروا لك اصلا الشغالين مضره من الليله دي. اعرف دي الحكومه شغاله بهنا ودي الشغالين مدقر اللي شغالين ضر، ونحن حنبقى في السودان بين صراع جهتين، ديلاك بيطلعون الشارع وديل بيدخلون الجامع. هيجوا الكيزان يحركوا عليك من الجوامع بعد شوي كور 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 واسلام واسلام وما في الموضوع ما اسلام. الموضوع قروش، هو قروش بس داري رجع تاني. فافهم الحاصل يا ولدنا، هو ده قال شنو تاني؟ ايوه قال الكرامات دي انا ما شفتها وما شفتها معناها انت ما في، انت ما شفته كثير يا ولدي، انت ما شفته كثير خلاص. ما حاجة انت ما شفتها معناها ما في، انت شفتها الدنبعلو؟
ما انت ما شفته ما كثير يا اخي، البعشوم لقاك، الصبره لقتك، والدبرك بتعرفه يا ولد، انت ما شفته كثير يا اخي. ما هو في الدين ده انا ما اي حاجه ما شفتها معناه ما في، لا فيه في. وسيد ابن حضير رضي الله عنه صحابي جليل كويس، ده قال كان يصلي، الحديث في البخاري، البخاري ذاته ما شفته في البخاري، قال كان يصلي، قال وابني يحيى، ولده اسمه يحيى جنبه راقد في السرير، قال لما يصلي قال فتجول الفرس، الفرس مربوطه جنبه، الفرس بتهيج، قال فاسكت يخلي الصلاه يقيف، قال ابدا اقرا في سوره البقره، قال الفرس تجول تهيج، استغرب جدا. في المره الاخيره قال وقفت الصلاه خليتها، خفت على ولدي من الفرس. مشى الصباح سال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الملائكه يا اسيد بن حضير نزلت قال له لقراءتك للقران، قال له ولو واصلت الصلاه لظلت في مكانها حتى يراها الناس في الصباح. دي كرامه ولا ما كرامه؟ ملائكه تنزل. قال في بيت قيس بن ثابت او ثابت بن قيس بن شماس كان يضيء بالليل، بولع البيت امثال المصابيح لقراءته القران بالليل. دي ما لاقتك انت، ما حتلاقيك لانه انت ما مشيت محلها، دي في الكتب هي بالقوه، انت قالها في شارع النيل في الكتب، قاعده في كتب الدين دي تلاقيك كيف؟ هذيك اللي لاقتك ذاته مشكله، انت ما بتلاقيك في الشارع دي ما قاعده في شارع النيل في الكتب، عشان كده ما حتلاقيك.